كل سنة وانت طيب. طيب يا محمد وحياتي العزيز خالد. ربنا يخليك في صحة حضرتك. طيب يا باشمهندس. باشمهندس عدلي، انت مستاء اليوم من خلال المواقع الإلكترونية عن الحديث عن رحيل جده عدل القيع، مستاء من هذه التصريحات. انا مش مستاء، ليه؟ انا مستغرب. انا مستغرب، الراجل لعيب لسه جايبينه من اقل من 3-4 شهور وبيتكلموا انه جاي له عرض وان احنا بنفكر والكلام ده. جاي له عرض هيطلب ان يعني في هدف من ان احنا ضمنا لاعب، او احنا ضمنا لاعب نجم وراجل في منتخب مصر وراجل بيأدي دوره معانا على اعلى مستوى، فما ينفعش ان احنا بس ايه اللي كل شويه ما يبقاش موجود اخبار نروح خابطين خبطه كده نقعد نتكلم فيها. تمام. باشمهندس عدلي، هل حضرتك توصلت لشيء مع سنجلوما وانت في بلجيكا؟ انا خدت البراق ورجعت في بعد ربع ساعه من بلجيكا، يعني انا خدتها بس خطف كده. طبعا سنجلوما ما كانش في بلجيكا، يعني حتى الخبر مش مكتوب محتوى صحيح. مازيمبي كان معسكر في ايطاليا، لو كنت هاخد البراق كنت هروح ايطاليا مش هروح بلجيكا. امال منين الاخبار اللي جت قالت باشمهندس بقى له 48 ساعه في بلجيكا وبيخلص سنجلوما والكلام ده؟ يعني بلد جميله بلجيكا، نروح حتى بسبب الدوشه. ما حصلش حاجه، ما حصلش. يعني انت ما سافرتش خالص الفتره دي يا باشمهندس؟ لا لا اطلاقا خالص، لم اغادر النادي الاهلي، ولكن طبعا لو كانت حاجه هتستحق السفر كنت هسافر، يعني كنت مجهز تاشيرات في اكثر من مكان يعني. لكن لسه ما جاش موعد الانطلاق يعني. مش من ضمنها بلجيكا على فكره. لكن لسه ما جاش موعد الانطلاق يعني. والله احنا بنعمل في اكثر من ترشيح، طبعا جالي الفني طيب باشمهندس عدلي، سؤال بس الاول نساله المهم. اتفضل. هل لو جاب حد دلوقتي هيقيدوه في التوقيت الشتوي ولا في نيه ان التوقيت الشتوي يتاجل ولا ايه؟ باشمهندس عدلي، يمين او شمال بس عشان الصوت بيقطع. لا بقول لك عندنا طيب نحاول نرجع لي مره ثانيه. السلام عليكم. السلام. باشمهندس عدلي معاك اهو. طيب الوقت احنا اتكلمنا في النقطه الثانيه، زي ما انت حضرتك قلت ان هناك انت مجهز نفسك لمجموعه جهات ولكن لسه الموضوعات كلها تحت الدراسه. يعني هو مش تحت الدراسه، وفي استقرار على مجموعه ترشيحات، واحنا عملنا اتصالات مبدئيه، واللي هنشعر ان في جديه في امكانيه التعاقد معاه هنتحرك فورا. باشمهندس عدلي، هل بالفعل امبارح كان في خبر رئيسي امبارح في احدى الصحف ان النادي الاهلي قد وضع فرانسيس على قائمه البيع؟ لا احنا لسه ما حطيناش، ما احنا يعني دلوقتي هنجيب لاعب واحد. ايوه. كابتن حسام قال من هنا لحد يناير هيدي فرص لكل اللعيبه. تمام. هيستقر على مين اللي هينجح معاه او يعني تبقى له مؤشرات ايجابيه. وهيضطر يغير واحد. لازم. فيعني طرح الاسماء بقى دلوقتي ما اعتقدش ان هو حتى مش مناسب، لان احنا برضه عايزين ندي الجميع فرصتهم بدون ضغوط نفسيه يعني. طيب باشمهندس عدلي، ليه لغايه دلوقتي يعني ما فيش لعيب بيستعصى عليك المده دي كلها بان انت تجدد له عقده؟ يعني القصه عماله تزيد كلام ورغي في الاعلام، شكري وشهاب وعفروتو، يعني الموضوع زاد قوي، انت حضرتك ليه ما حطيتلوش حد وخلصت القصه دي؟ اللي مزود الإشكالية إن السوق بتاعتنا بقت سوق عشوائية. بمعنى؟ إن الشباب كله بيسمع أرقام لازم يجي له جنان. وكل الأرقام مبالغ فيها. يعني امبارح يعني مثلا إشاعات أبو تريكة بياخد 5 وبركات بياخد 4 ومش عارف مين، غير حقيقي، لا يوجد أي لاعب ياخد هذه الأرقام في النادي الأهلي، لا يوجد. ولا 3. فيعني الكلام، يعني الكلام ده بيخلي اي واحد عايز يجدد متردد، ربما يقول لك يمكن بكره الاسعار تزيد كمان. ولذلك انا مش شايف حد مركز بصراحه بكل المستويات وفي جميع الاتجاهات. انتوا لسه كنتوا بتتكلموا على منتخب مصر ومين اللي عايز يروح مين اللي مش عايز يروح. اللعيبه في الانديه، اللعيب اللي يقعد على احتياطي مره مش عايز يقعد احتياطي، الناشئ اللي معمول خطه لانضاجه يبتدي الناس تلعب في ودانه وتقول له انت بعد ما لعبت ايه اللي قعدك صح. يعني عمليه لا يمكن يخرج منها يعني شخصيات سليمه.
احنا مش مهيئين المناخ لنجومنا انهم يعيشوا في الاطار الالتزام المفروض اللي هو ينضجهم ويفيد انديتهم ويطور مستواهم. طب والحل يا باشمهندس في الثلاثه دول مثلا؟ يعني انت قدام امر واقع، انت قدام الشباب بتاعنا صغير يعني. ولا حاجه، هم كل واحد فيهم اللي مرتبط بسنتين لسه واللي مرتبط بثلاث سنين، واحنا كنا التفكير اصلا احنا قلنا يعني هم خلاص عدوا مرحله الناشئين عايزين نقربهم خطوه من ان هم يبقوا زي قريبين من زملائهم النجوم الكبار. لكن في هذا الاثناء المسافه دي ما ينفعش يتعامل ان هو زي غيره، ما هو لازم كمان هو يفهم انه عليه برضه زي ما هنديله وهنطوره وعليه ان يتطور عشان يبقى هو النجم القادم. بس يا باشمهندس عادل، انا حاسس من كلامك كده ان انت سمعت كلام غريب من اللعيبه، يعني انا حاسس كده من كلامك اللعيبة ان انت سمعت طبعش. كلام غريب. اللعيبه بص، اللعيب اللي يقعد معاك بيبقى مؤدب جدا وطبعا مش عارف مين وهكلم مين وبيرجع لك ناس ثانيه تتكلم معاك. يعني طيب اخبار فتحي وعاشور ايه يا باشمهندس عادل؟ ما هم دول نجوم كبار بقى، ما ينفعش ان احنا نضغط عليهم، يعني ده بيتهم. ومش هنقعد نتكلم كل يوم بقى بصراحه يعني في المواضيع دي. لكن في يعني الموضوع ماشي بشكل كويس؟ والله فتحي يحدد، قال لك انا والله اصل خايف ان انا امضي من هنا يجي لي عقد من هنا فنستنى يناير. فنستنى. حاضر يا كابتن احمد. والراجل بيقول لك انا يعني في وفي مصر هلعب فين غير في النادي الاهلي؟ طيب عاشور نفس القصه. اصل عاشور سمعنا اخبار 4 مليون و5 مليون لا في لا السنه لا. و... مش من النادي الاهلي؟ لا لا لا، مفيش حد بيطلب اربعات وكده في النادي الاهلي. لا مش مطلوب من النادي الاهلي، هو اتعرض عليه من بره. اتعرض عليه؟ لا لا، خد من ده كتير. ما هو الاربعات والخمسات على طريقه نجيب الريحاني في ابو حلموس، عايز كده خد كذا، عايز كده خد، ما مش هيدفع. لكن يعني الامور بالنسبه لك، ما هو الكلام برضو كتير في الاعلام بالمبالغ دي بيخلي اللعيبه تصدق ويخلي الارقام تقترب من هذه الارقام. لا لكن انت حضرتك يا باشمهندس عدلي متفائل المواضيع دي مش هتاخد اكتر من حجمها في يناير تخلص فعلا وتنتهي الامور؟ والله اذا كان اللعيبه فاهمه ان 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 النادي الاهلي داخل على طولة افريقيا وان كفايه بقى لخبطه في القوائم الافريقيه ومش عارفين نقايد مين وما نقايدش مين، ده صح، ساعه تقايد ناس تبص تلاقيها مشيت، لازم كله يحسم امره باذن الله في قبل يناير، يعني زي ما يعني من حقهم يفكروا في نفسهم، لكن من واجبهم يفكروا في مسؤولياتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم. احنا كلنا يا جماعه اللي بيخلينا ما بننامش ان ورانا جمهور اتعود على المكسب ومن حقه يسعد معانا ومن حقه يفخر بينا زي ما هو مستمر. هو الجمهور زعلان قوي الفتره دي، فما هو عشان كده بقول لك لا ينبغي اطلاقا نفكر في نفسنا وبس. ده صح 100%. مش منسعد لي، مش بصراحه يعني دلوقتي وانا اللي عاجبني في المداخله مع حضرتك النهارده الصراحه انك يعني بتتكلم بكل وضوح. أنا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس عادل القيعي مدير التسويق في النادي الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك.